احلى متابعين بيتابعوا قناتي لمسه من ايديكي من كل مكان. النهارده ان شاء الله هنعمل زلابيه او لقمه القاضي زي ما معظمنا بيسميها، بطريقه سهله جدا، خطوات سهله جدا بس فيها شويه تكات نخلي بالنا منها قوي علشان دي مهمه علشان تطلع لنا الزلابيه زي بتاعه المحلات بالظبط، يعني مقرمشه من بره وطريه من جوه، فنخلي بالنا قوي من التكات اللي هتبقى جوه الفيديو. الزلابيه زي ما احنا شايفين شكلها في منتهى الجمال، وكل واحده حطيت فيها خله زي ما احنا شايفين كده، علشان لو هتقدمي الطبق ده للضيوف تكون عندك كل واحد ياخد خله وياكل الزلابيه بيها ويرجع ياخد تاني. زي ما احنا شايفين انا هقطم لكم قطمه كده عشان اوريها لكم من جوه شكلها عامل ازاي. زي ما احنا شايفين شكلها جميل قوي من جوه، يعني طريه من جوه ومقرمشه من بره زي اللي بنجيبها جاهزه بالظبط من بره. يلا بينا ندخل نشوف المقادير والخطوات والتكات اللي قلت لكم عليها بالظبط. بس الاول انزلوا اعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتي لمسه من ايديكي اتمنى ان هو ينزل يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد بعمله. ويلا بينا ندخل على المقادير والخطوات واحده واحده. ومكوناتنا النهاردة سهلة وبسيطة خالص وموجودة في كل بيت. معانا هنا نص كيلو دقيق منخول جميع الأغراض، معانا كمان 3 معالق كبار من السكر، ومعلقة ونص كبيرة من الخميرة الفورية، ومعانا 3 معالق من النشا، وكمان معانا معلقة صغيرة من الملح، ومية دافية للعجن. المية الدافية دي حوالي 2.5 كوباية. احنا هنبتدي نزود واحدة واحدة، بس مش عارفين يعني هناخد 2.5 كوباية او اقل او اكتر، هنشوف. هنضيف اول حاجة الخميرة والسكر، بعدين هنضيف النشا 3 معالق، هنضيف كمان الملح، وهنبتدي بقى نقلب كل المكونات دي مع بعض كويس قوي. بعد ما خلطت المكونات هبتدي بقى دلوقتي انزل بالمية الدافية بس واحدة واحدة طبعا، وابتدي اقلب او اعجن بايدي. المية طبعا تكون دافية، ابتدي انزل كمان، منزلش بالمية مرة واحدة علشان نخلي بالنا علشان ما تبقاش سايلة مننا قوي. انا هوريكم القوام بتاعها يبقى عامل ازاي. انا كده ضفت الميه حبه حبه، وزي ما احنا شايفين قوام العجينه عامل ازاي، اللي هو لين قوي ولا ماسك قوي، وقعدت اعجن فيه كده من 5 ل7 دقائق. وخلي بالكم اعجنه كده، يعني افضل اعمل فيه كده عشان يتعجن كويس علشان ادخل الهواء فيه كويس وتبقى العجينه معانا كويسه. انا كده خلاص خلصت عجن، هلم العجينه كده كلها وبعد كده هغطيها بستريتش واسيبها حوالي ساعة او ساعة ونص لغاية ما تخمر، وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل ايه. بقى نجهز الشربات دلوقتي على بال ما العجينة بتاعتنا تخمر. معانا حلة هنضيف 3 كوبايات من السكر، ادي كوباية، التانية حطينا 2 كوبايات سكر، ادي الكوباية التالتة. هنحط بقى دلوقتي 2 كوباية من المية، ادي كوباية، ثانية، وعليهم عصير نص ليمونة، وكمان كيس من الفانيليا. هنقلب بقى كله ونرفعهم على النار، هيغلوا لمدة من 7 ل10 دقايق، وبعد كده هنرفع الشربات وهنشوف بعد كده لما العجينة تخمر هنعمل ايه. وخلاص كده زي ما احنا شايفين العجينة سيبناها لغاية ما خمرت، حجمها تضاعف ازاي. هنبتدي بقى نشيل البلاستيك من عليها. خلاص شلنا البلاستيك منها على العجينة. الخطوة اللي جاية دي مهمة جدا وتعتبر تكة من تكات النجاح الزلابية بتاعتنا. هنبتدي بقى ايه ننزلها كده، نشيل كل الهواء اللي فيها، يعني هنضربها كده ونرجعها لحجمها الطبيعي، ودي خطوة مهمة جدا. بعد ما هبطنا العجينة زي ما احنا شفنا، معانا هنا كيس حلواني وحطيت فيه الفورمة اللي هي فيه فتحة مدورة كده. هبتدي بقى احط العجينة جوه الكيس وبعدين هنشوف طريقة عملها ازاي. احنا على النار هنا حطيت حلة
وحطيت فيها زيت زي ما احنا شايفين ومليان قد ايه، ولازم يكون في حاجه غويطه، يا اما حله مثلا صغيره غويطه او كسرونه غويطه، اي حاجه تكون غويطه ده بيبقى احسن خالص. معايا هنا كمان مقص، هدهن الحرف بتاعه كده من الزيت. وطبعا زي ما احنا شفنا انا حطيت العجينه في الكيس، هبتدي بقى انزل كده واقص في الزيت، وطبعا بعمل الحجم اللي انا عايزاه، بضغط وبعدين اقص. انا كده حطيت حبه زي ما احنا شايفين ولازم اغطسهم كده، هبتدي بقى اشيلها دلوقتي قبل ما تحمر بسرعه، انا عايزاها كده. انا شلتها كده وهحط غيرها لغايه لما اخلص بقيه الكميه خالص، وهشوف بعد كده، هنشوف بعد كده المرحله اللي جايه هنعمل فيها. خلاص احنا كده خلصنا كل الكميه معانا بالسوى ده، هنبتدي نرجعهم تاني لطاسه الزيت، يعني هناخد حبه كده ونقليهم للمره التانيه. الحركه دي على فكره بتخلي الزلابيا بتاعتنا، ودي تكه طبعا تانيه، بتخلي الزلابيا بتاعتنا تبقى متحمصه من بره او متحمره من بره وطريه وجميله من جوه. هنبتدي زي ما انا قلت لكم هنضغط عليها كده. عايزه اقول لكم كمان نخلي بالنا خالص واحنا بنحطها في الزيت لاول مره وبالمقص، كل شويه كل اتنين تلاته نروح بالين المقص من الزيت واحنا شغالين علشان يقطع معانا كويس، ونخلي بالنا علشان ما نتلسعش. هنشوفها بقى بعد ما تتحمر كويس او لونها يبقى ذهبي كويس هنعمل فيها ايه بعد كده. خلاص احنا كده اهو بقى لونها جميل ازاي، وكلها لون واحد وجميله زي ما احنا شايفين، وشكلها حلو خالص منتظم كله. هنبتدي بقى نرفعها كده من الزيت ونحطها على طول في الشربات. وكمان نغطس كده كويس وهنسيبها في الشربات لغايه ما نطلع، قبل ما نطلع الحبه التانيين، يعني هنقلبها كده ونسيبها في الشربات حبه حلوين لغايه ما نطلع التانيين. قبل ما نطلع الحبه اللي بعدهم هنروح مطلعين دول من الشربات، وده اللي هيخلي لنا الزلابيا تبقى تحفه خالص. ودي تكه كمان حبيت اقولها لكم. خلاص الزلابيا طلعت معانا من الشربات وحطيناها في طبق التقديم، زي ما احنا شايفين شكلها في منتهى الجمال وشكلها مغري جدا. بصوا شكلها تحفه، شكلها حلو جدا، والطعم بجد مش قادره اقول لكم عليه، وريحتها كمان وهي بتتقلي في الزيت ريحتها بجد تحفه خالص. اتمنى انكم تجربوها بنفس الخطوات والتكات اللي شفتوها جوه الفيديو، وان شاء الله هتعجبكم جدا، واكتبوا لي في الكومنتات لما تجربوها وتعجبكم بالطريقه دي. اعملوا بقى لايك للفيديو كتير وشير كتير علشان اكبر عدد ممكن يشوف الفيديوهات بتاعتي. واتمنى اللي ما اشتركش في قناتي لمسه من ايديكي ينزل يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد، واستنوني فيديو جديد، وباي باي.